صباح النور البنات، كي صبحتوا بخير ولا خير؟ سمحوا لي ما سجلتش لكم الفيديو البارح، تنمونطيه اليوم ديال البارح باش تشوفوا شنو كاين وتاخذوا فكره على فين مشينا. مهم غير سمحوا لي وصافي، اليوم نمونطي الفيديو هذا ديال اليوم ان شاء الله وديال البارح باش تشوفوه. مشينا لواحد البحر، واحد الرمال، مهم غادي نوريكم ان شاء الله. دابا غادي نمشيو لواحد الجهه، عذروني على السميه ديال البلاصه، راه ما كتسقبش ليا كنساها. المهم غادي لبلاصه اخرى اليوم، حنا جينا غير باش نستمتعوا ونعرفوا البلايص، نعرفوا الجويه يعني. نمشيو هنا الغد، نمشيو لجهه اخرى باش نعرفوا كاع البلايص نشوفوهم. وهذا مكان البنات، ها نتوما معايا تنمشيو ان شاء الله لهاد البلاصه ان شاء الله، وباش تكتشفوها حتى نتوما معايا. انا عاد غنشوفها وتكتشفوها معايا حتى نتوما. المهم كنت قلت لكم على لابادوره كيسحب لي واش ديال غسيل الصابون، كاين واحد البيت غسيل الصابون هنايا دايرين فيه لابادورات، ماشينه الصابون، ماكينه الصابون. كيخلصوا اورو، كيخلصوا اورو. انا كنت حساب لي ما كيخلصوا، ولكن كتخلصي اورو. والصراحه اورو راه مزيانه باش تغسلي حوايجك كاملين يعني، بلا ما تمحني تبقاي تفركيهم بيدك كتصبني حوايجك هنا. المهم هذه المعلومه باش نعطيها لكم، حيت البارح عطيتكم نسحب لي واش غراتيس. المهم هادشي اللي كاين البنات، ها نتوما معايا دوزوا معايا النهار، شوفوا الدنيا كي دايره. شوف غزاله الدنيا، غزاله لابسين. راه وريتو لكم في الفيديو ديال البارح، ما نقدرش نصور من تيكونوا الناس، راكم عارفين كان خاوي شويه، راه صورتو لكم. هذا مكان البنات، ها نتوما معايا. هادو البنات ديور اخرين، حتى هما عندهم هادو كبار شويه على اللي هادو اللي فيهم حنا، هادو كيكونوا كبار شويه بالنسبه للعائلات وزوينين. شوفوا كيكونوا بحال فيلا صغيره، غزالين. ها نتوما راه كبيره الدنيا. وكاين عندهم همايا على ما قالوا لي كاين وقيلا جوج بيسينات، حنا عندنا غير وحده. المهم راه كاين هنايا وكاين. المهم هاد الجهه اللي حنا فيها كامله عامره بهاد هاد البلايص هادو، بحال مخيم. وزوين داكشي الصراحه، زوين بزاف المنظر وكلشي. مصايبين داكشي الصراحه، صارعين الطرف كيف تيقولوا، صارعين داكشي. غادي ندخلوا لهاد البلاصه اللي جينا فيها، عرفتوا كاين الهبطات وكاينين الطلعات. خرجت منا خلعه، يا اما الطلعه يا اما الهبطه. هنايا صعيب شويه الطريق مع فيها العقابي بزاف. اللهم صل عليك يا رسول الله. سد هذاك المصيبه طفيها. نو سحب لي واش الراديو. شوف الدنيا كي دايره، غزاله هنا. لا تتعرف فين، تتعرف فين هذا. هذا واحد بويبلو زوين، غير هو فيه الطلعات وخص الطوموبيل تكون مرودي على الطلعات والهبطات. عرفتي واحد الطلعه طلعنا والله الا خرجات منا. الا كان قريب لما تكبروا من الدار الاخر هذيك الساعه سولي واش كيقول الجي بي اس قريب. انا ساهله العقبه، شوف عرفتي بحال طريق مولاي ابراهيم. شوفوا عجبه اختي مقلوعة كتقول الله اكبر الله اكبر. انا ما فسرنا، انا ما رجعتي من هذيك نيت. شوف الله اكبر الله اكبر. جي الوريك اكثر من هكا، طلع الوريك برجلي ماشي الطوموبيل. راسي بحال الطريق ديال مولاي ابراهيم. اجي نهار طحتي الله يقع. انتم البنات الطريق بحال ديال مولاي ابراهيم على الجبل. واش انا غندير لونتيرو في الكورب انا طون. انتم زوينه الدنيا هنا، غزال طبيعه راه
شوفي المناظر كتصحح الشوف هيا خاص الشيفور يكون كالم وتكون طوموبيل مرودي على هاد الطريقه هادي. شوفوا هاد الدجاجات بالسلام يا رب السلام طالع الجبل الله قول الله ما صلى عليك يا رسول شات فيها والله الا امي مسكينه تجلس وتكرم ما تقول والو تبعنا الخيبيس عطانا شي جهه اخرى دابا عاد قلبنا الجهه وديك الساعه قولي لي باش يحبس انا ما بليش انا شفت البلايا يمكن بحال تخشفوا الكرموس تبارك الله تخير راسك راك في المغرب الهنديه موجوده هنا في الطريق هو صافي قربنا للبلايا على دريتش على دريتش صافي دابا وصلنا للمكان شنو سميتها البلايا بويرتو دي موغان بويرتو دي موغان هذه البلاصه اللي غنمشيو ليها بويرتو دي موغان زوينه فيها الباركوس المهم ما نحرقش المراحل حتى تشوفوا داك الشيء بعينيكم ان شاء الله وصلنا البنات بويرتو دي موغان غزالة الدنيا هنا شوفوا الدنيا كي دايره كيتكراو هاد الباركوس هادو او حتى هنا كاينين الديور كيتكراو شوف زينه الدنيا هنا عرفت واحد الريحه تشريح النفس شوف. عاد غنمشيو دابا نهودو للبحر ودابا البنات غنمشيو للبحر قلبوا على البلاصه اللي غنجلسوا فيها وما نقولش لكم المكان راكم وريتكم داكشي زوين صراحه غزالين كاين هنايا الجبال المهم كاين ما يتشاف وهانتوما معايا تن نوصلوا لعين المكان ونوريكم اختي نوريكم اختي هو هذا البنات يلا خليكم معايا ما تصافيوش حتى نكملوا المسيره ديالنا اليوم انا جيت لابسه كسيوه برده ما نقول لكمش بارده وخفيفه وغدا مرتاحه غدا مرتاحه عاد غنلبس حتى اليوم نلبس البوركيني باش تخشاو في الميها فمي هذا باردة كيف ما نتوما كتعرفوا بان البحر بارد شي وحده كتدخل وتخرج في الهضره يلا خليكم معايا حنا قربنا نوصلوا باش نوريكم ان شاء الله بحول الله وها نتوما معانا شوفوا الدويرات هذو اللي تيتكرا وسط هنايا كيكونوا لداخل يعني شوفوا الديور شوفوا على دخل البنات منظر جميل في الزنيقه هذه كلها ورد هنايا كاينين واقيلا القهاوي الديور اللي كيتكراو بيسينات هذه بيسينه هذه بيسينه وهنايا كاينين الديور قراب المهم كاين بيسينات عاد اللي بغى يبقاو بغاو يبقاو هكا الوليدات في البيسينه شوفوا الدار كي دايره فنه شوفوا البنات هادو الديور وكاينين هنا حتى تيندات صغار هنايا كاينين الديور الزنيقه غزاله شوفوا على منظر كيبان واعر الديور شوفوا زرقين هاتو.
هنا كتخرجي للميناء. لي بغاو لو بغيتو تعاوتاني تلقاو الديور هنايا سولوا هذيك الساعه، لو بغيتو الديور هادو اللي قرب للبحر. شوفي لي نتلاح، اقول لي تلاحي نتلاح. هاد البلايصه هادي كيتصوروا فيها هنا. هنا كاين القهاوي، هانتوما البنات هادي هي البلايا كيف كتشوفوا. هادئة ضحكاتني نجوى قربنا انا وهي تقول لي ماما الراسترو الراسترو عارفاني كندخل في كل الحوايج، قالت لي ماما شوفي الراسترو شوفي الراسترو. هنا كاينين الحوانت، لا خصاتو شي حاجه ولا نسى شي حاجه. وهنا كنقلبوا البنات على فين غنتغداو. شوفوا هاد البلايصه هادي دايز البحر من هنايا وغادي. هنا كل الدنيا قهاوي هانتوما من هنا وزيدي حتى لقدام. دابا غنمشيو نشوفو فين غنتغداو. بحرنا وسالينا، داز النهير ما نقول لكمش، داز غزال غزال النهير. ودابا غادي نمشيو ان شاء الله كيف قلت لكم باش تستمتعوا مزيان خاصكم ضروري تكون الطوموبيل باش تربحوا البلايص، يعني تكونوا كارين في بلاصه وتمشيو بزاف ديال البلايص تشوفوهم وتعرفوا على القناه فين كاينين. بحال اليوم حنا جينا هنايا، غدا غنمشيو عاوتاني ان شاء الله بلاصه اخرى. وهذا هو دابا غادي نمشيو، الا كان باقي بقى الشميشه شويه نقدروا حيت حنا فين كاينين كاينه لابيسين وريتها لكم، نقدروا نمشيو عاوتاني لابيسين نجلسوا فيها شويه وصافي. هذا اللي كاين، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وشفتوا اشنو البلاصه اللي بغيتوا تمشيو حتى نتوما هذه البلاصه هذه وصافي تاخذوا فكره. ما قاطعش الشنطه وكنهضر راني اتشقلبت بالهضره. المهم هذا مكان كنظن غادي ننهي معكم فيديو اليوم، غادي ننهي الفيديو دوخوني، غادي ننهي معكم الفيديو هنايا وقيلة وصافي. الله يجعل البركه باش ما نطولش الفيديو. غادي نمونطي لكم هذا الفيديو اللوح وغنمونطي الفيديو ديال البارح باش تعرفوا على البلايص. هذا هو البنات، دمتم في رعايه الله ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.